مين؟ هتعمل لا 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 يا رد يا رد يا رد يا رد يا يا السلام عليكم. اليوم انا جودي بس بدون رند لانه حاليا عم يتحضر اقوى مقلب لرند. هي مسكينة قلت لها انه حساس حنطلع ونجيب اغراض، فحاليا تركت عم تتحمم بس ما بتعرف انه اليوم حكسر كل ميك اب. فهلا قبل ما تخلص حمام لازم نروح بسرعة جيب ميك اب كله وكسره. بعرف اني حتكسر بعد ما كسر الميك اب، بس ما علي يا جماعة، من زمان عم تطلبوا انه اعمل براند مقلب واجا اليوم يا رب. بس اذا عندكم كمان افكار مقالب احكولي على الانستغرام واحكولي هي كمان كم مقلب خفيف فيني بليز، لا تصعبوا علي. انا حاسة انه حنعلن الحرب من اليوم، بس ما علي يا جماعة، يلا نروح نجيب الميك اب. مستعدين؟ هلا خلينا نشوف شو عندنا. ميك اب زيادة عشان تصير صدمة صدمتين. تخيلوا ايش قد جبت لها ميك اب. خليني افرجيكم العدة تبعي التكسير، جبت نطرة مقص ومفك مشان كسر مزبوط. اه شو نعمل؟ ها شو نبلش؟ نبلش بالخفيف نكب لها اياه. نسقي الزرع شوي عادي، وكمان مشان ما يعني تتضايق اكثر نقص لها اياه. اول مره بعمل هيك شيء، هذا اللي عم تستناه صار له اسبوعين. او ماي وقع المايك، حقص له اياه كمان. اطلع ازاز ما علي، حاول نكسره، حاول نكسره بالمطرقة. او ماي جاد شعور كتير حلو. مسكرة، نعمل المسكرة بنقصر، حقصر له هدول. او ماي جاد ما اظن في شيء ثاني بنقدر نعمله بالمسكرة. ممكن نعبيه اشياء، هذا سيروم الشعر تبعه حكسره. ما كسر، محاولة تانية. ما شكله حيكسر، ننتقل للي بعده. أنا زعلانة على الأشياء، يعني أشياء عن جد حلوة. صار العشب أحمر، كونسيلر حافسه. بحب هذا الشعور، دايما كان نفسي جربه. oh my god. هاي البلد تبعه من وراء اول شيء حزته. شوفوا شو صار فيها، صار وقت البلد الثاني، لازم بسرعة بسرعة. هاي باليت الفاونديشن المفضلة عندها، فيها كونتور، هايلايت، كونسيلر، كل شيء. بعرف انها حتعذب كثير، يا ربي نجيب
نجمع بعض. حاسستو ان دابو من كتير مو شوب، ما اعرف هو شوب عن جد ولا انا لانه متوترة مشوبة. بس صار كأنه كريمة، ما اعرف شو صار هون، بس عادي عادي. هلا هذا الفاونديشن اشتريته حرفيا هداك الاسبوع، فشكلي ما حخلي اليوم عنده اي فاونديشن. لبة كل الموضوع مطول. شوفوا كيف صار العشب، بس انا ما بدي خربه فحكمل هون. او ماي جاد، خلص صار اخفف. او ماي جاد، عن جد خلصته. شوفوا قديش الكميه، خلينا نخلطها مع الكونسيلر. عن جد شوفوا شو صار فيه. هذا تارت الجديد جايبته هداك الاسبوع وخلص كامل، صارت ايدي كلها فاونديشن. يلا على الحمرة. اي لاينر هذا لازم نقصه. هذا تفد عقده من هيك حمرة. باقي عنا اخر شغلتين، اتوسخت انا على الاخر، اتوسخ كل شيء معي، بس هي المسكرة فحقصه كمان. ما تنقص معي، ما علي، اهم شي خربت. وجينا لاخر شيء انكسر. هذا اللي بقى منه. سوري رند، خليني هلا اتصل لرند واحكي لها تجي. الو، وينك رند؟ انا عم بالبر. طب يلا كثير تاخرت، عم استناكي تحصل لي ساعه. طب يلا، ما قلت لك انا كنت عم بتحمم وهيك لبين ما نفس التاري بس ونازله. طب يلا انزلي كتير شوف. طيب يلا اوكي باي. اجى الوقت اجى الوقت اجى الوقت اجى الوقت. او ماي جاد، هاي البنت صار لها ساعة عم تتحمم ولا هلا ما نزلت؟ اوكي انا بستنى اجلي. قعدت قدامهم مشان ما تشوف، لانه هي بتيجي من هذيك الجهة فانا مخبيها من هي الجهة. عن جد طولت. اجت اجت. كان عندي لك مفاجأة كتير حلوة، كتير 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 حلوة. هذا ميك اب مين؟ استحبلي صح؟ ميك اب استحبلي جودي؟ ميك اب مين؟ يا حمارة جودي، هذا السبراي تبعي شبك، ليش هيك عملتي؟ هذا الفاونديشن تبعي خلاص. اي واحد كل شي عندك خلصته. جودي هذا من اسبوع اسبوعين جبته هيك شي. او ماي جاد او ماي جاد جودي. جودي هذا شو بتعرفي قديش ضليت عم بستنى لحتى يوصل؟ قلت لك ما لقيته ولا على موقع. خلص الانكسر ما منيح، انا قرات عليه تجارب انه هو طلع ما منيح، فانا عم بحميكي. جودي والله هذا بتعرفي ضليت دور على كل المواقع عليه وما كنت عم لاقيه. انشبك. شبك رن، على فكرة ما في داعي تضربيني. لا يا طلع. ضربة تايم. صدقيني لو ما كنا بالشارع. شوفي اياه، شوفي اياه ايش حدا عاملي. لسه هلا ضربتيني قدام كم مليون. اوكسي.
فضيتي؟ يا جودي يا نوني يا حمارة. ماني عم صدق ان عملت هيك. ماني عم صدق. عم تمزحي صح؟ لا ماني عم صدق. ورجيني يا جماله. ياه عدايب. يعني حرام عن جد حرام. ليش فاونديشن اللي مشتري؟ ليش كل شيء مشتريته جديد كاببتي؟ يعني كيف هدول الشغلات قدامه؟ وين المتعة لو كبيت شيء قديم؟ أو ما بتستخدمي؟ لازم كب الأشياء مشان عن جد عصبي. لا 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 يا رد يا رد يا رد خف. طيب بس ما في داعي على فكرة تعمل هيك. الكاميرا صارت كلها فاونديشن. يحشم شكلي يعني ما فيني اصور. رد اعملي النهاية لحالك. انا مو مصدقة اني عم صور بهذا المنظر بس لازم ننهي الفيديو هلا. هذا ولا شيء صدقوني يا جماعة. في عقاب قادم، في مقلب رح يجي. ليكو انت على فكرة هذا لحاله انتقام مع نفسك. روحوا لا 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 حبيبتي، انت ما شفتي شيء. انت دواتي علي بتعرفوا شو عملت؟ البرودكتس اللي انا مشتريتهم جداد واللي بستخدمهم كل يوم، يعني ماي فيفرت حرفيا، الشغلات اكثر شيء بحبه واكثر شيء تعذبت لحتى لقيته، بما انه هلا ما في توصيل وهيك. يعني حبيته اللي عملته هلا هو الانتقام. فهلا صار دوري ارجع اعمل فيها. روحوا على لا حبيبتي روحوا على الانستغرام تبعي. لا يا جماعة يعني شوفوا، يعني شوفوا قديش كسرت هذا. رح ينمسح. هذا هو الانستغرام. روحوا اكتبوا لي مقالب. شوف كيف صارت ايدي مقالب. لي مقالب لأعملها فيها. لها مقالب قوية قوية. بدنا الموتى بدنا الموتى. المهم لا تنسوا تعملوا سبسكرايب، يعني بس مشان الميك اب اللي راح سبسكرايب على سبسكرايب مشان وشي هذا. وكمان اذا كلهم حيعملوا سبسكرايب من بعد ما يشوفوا. لا 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 لازم تعملوا اشتراك بالقناة بالضغط على الزر الاحمر لحتى تشوفوا المقلب اللي رح ينزل عليها. مستعدين؟ اضغطوا على الاشتراك تحت موجود وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. ومنحبكم كثير يا احلى ناس.